السلام عليكم، شلونكم زملائي الاعزاء؟ اليوم انا متواجد بالدوام صباحا، واذا حاله غريبه، ما ادري مو غريبه والله ما اعرف، هو بالعراق كل شيء صار مو صحيح. المهم احد المدرسين دز لي طالب، قال لي استاذ احمد هذا الطالب اسمه ما يعرف يكتبه. عجيب، شنو اسمه ما يعرف يكتبه؟ الطالب صف الاول متوسط. فجبت الطالب قعدته من غرفتي باعتباري انا مرشد التربوي ومسؤول عن هذه الحالات. فقلت له بابا شنو انت ما تعرف تكتب؟ معقوله شو هاي ورقه وقلم اكتب لي متوسطه صهيب الروم اللي هي متوسطتنا؟ وبالتالي الطالب ربع ساعه ما كتب، يعني حرف واحد ما كتب. عجيب، قلت له اكتب لي اي، يعني رديت له قلت له اكتب لي اي 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 اسم اي شيء، يعني اعلام مثلا على سبيل المثال، رديت له كلمه اعلام ما كتبها. زين، قلت له خلاص عوف الكتابه تعال. فللصدفه اكو كان كتاب اجتماعيات قريب عليه، ففتحته فكان الموضوع خرائط العراق. قلت له تعال قالي هذه الكلمه شنو هاي ايش مكتوب؟ واذا بي تهج اليف باء ها سات، هذا حرف الجيم، حاء يا حرف، وإذا ما يقدر يتلفظ أو يتهجأ كلمة خرائط، خرائط العراق. يعني ربع ساعة احنا بهذه الكلمتين وما قدر يتلفظها. زين، أصفين هذا الطالب بالصف الأول متوسط. عجيب، شلون نجحت بابا انت من الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس؟ زين، أنا المتوسطة اليوم أغلب المواد هي مواد علمية، كيمياء وفيزياء. زين، أنا شلون أرجع وياك يعني للأحرف ألف باء جيم تاء؟ ما أعرف. يعني أنا قبل فترة من قلت نحتاج إلى خلية أزمة عاجلة لإدراك الوضع التعليمي بالعراق. نعم، أنا محق بهذا التعبير وهذه النتائج اليوم. ما أعرف، أنا أسأل، هل التعليم الآن بالعراق يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ إي والله يمكن الظاهر، لأنه الوزير يعني ما أعرف، يعني إذا كان فعلا هاي السنتين توقفناها هذه النتاج، أو ما أعرف النتاج مثلا دور ثاني وثالث وعشر درجات، والغايب يمتحن، وإذا أرجع أطيع عشر درجات ينجح، فهاي كارثة بالأجيال. إحنا أمام جيل منهار تماما، وإلا شنو طالب صف أول متوسط ما يعرف يكتب اسمه ولا يعرف يتهجأ كلمة واحدة لا إله إلا الله؟ يعني والله أنا مستغرب، يعني اليوم أنا يعني لأول مرة أقف عاجزا، ماذا ما أعرف شو أسوي له، يعني ما أعرف شو اللي أقدم له. هل أرجع به إلى ألف باء جيم بابا ودادا، أم أرجع؟ زين، إحنا أنا أول متوسط هسه، بغض النظر أنا أقول هذا الطالب شلون نجح، زملائنا وأصدقائنا في التعليم الابتدائي يعني ما أقول، لأن يعني الوضع المربك أكيد الواقع وضع مربك بالعراق والقرارات الفاشلة. لكن أنا أسأل، يعني والله ما أعرف شون هذا، كم نموذج مثل هذا بالصفوف اليوم موجود؟ والله بعد في الدرس اللي وراء أيضا المدرس يعني أيضا دز لي أحد الطلاب نفس الحالة، وبالتالي أنا باسم من حروح يعني ألتقي بصف الأول متوسط، يمكن أحرد لهم إملاء، يعني إملاء، نعم إملاء، إملاء ابتدائي، حتى أعرف من اللي ما يعرف من اللي يعرف، حتى أفرز، حتى يعني ضمن اختصاصي كإرشاد تربوي أدخلهم ضمن المحاضرات الخاصة أو يعني متأخرين التعليم. بس والله ما أعرف، يعني والله مشكلة، يعني ما أدري. هاي رسالة خلي يسمعها وزير التربية، القائمين على التربية ترى اليوم مقبلين على انهيار للمنظومة التعليمية بالعراق. وراح اختم كلامي واقول حسبي الله ونعم الوكيل بكل من تسبب بانهيار التعليم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ضمن الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة، من زاخو للفاو تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج ونسمع آراءكم وتعليقاتكم حول الموضوع اللي راح نحكي به اليوم. أما من خارج العراق عندكم ذني رقمين، حتى من الداخل تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام، بس التعرفة راح تصير دولية عليك، فعندكم ذني رقمين الدوليات ورقمين للداخل العراقي، ذني أربع أرقام للاتصال. أما هذا الرقم إذا تقرون هنا مكتوب للمشاركة عبر الرسائل،
يعني فقط على الرسائل، ما أقدر أستقبل مكالمة، ما أقدر أستقبل فيديو، ما أقدر أستقبل رسالة صوتية على رقم الواتساب. الواتساب في حال ما حصلتنا على أرقامنا الأربعة ذنيج تقدر تكتب لنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة صوتكم لهذا اليوم. موضوعنا الفيديو اللي شفتوه، مو الشخص، هو مشرف تربوي في متوسطة. موضوعنا التعليم، العراق اللي كانت به منظومة تعليمية يشاد بيها في كل بلدان العالم، العراق اللي كانت امتحاناته تدرس، وأكو بعض الصفحات اللي نشرت بعض الأسئلة الوزارية لبعض المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في زمن الملكية وما بعدها، وكانت الأسئلة صعبة جدا لدرجة أنه يقول لكم شوفوا التعليم وين كان. التعليم بالعراق كان انضباط، مدارس محترمة، مناهج محترمة، لكن ما يحصل اليوم، العراق اليوم بالقرن 21 بال2021 عندنا مدارس صينية. العراق اليوم أكو فيديوهات كثيرة وموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات بث الفيديوهات مثلا يوتيوب، المناهج التدريسية مشمورة بالحمامات وبالتواليتات، ومدير تعليم كربلاء قال الوزارة نطتنا 50% من الكتب فقط، وقالت استفادوا من المعاد أو المرجع من السنوات السابقة لتغطية 50%. لكن الإشكالية اليوم هي مو بس هاي، الإشكالية في طبيعة التعليم اللي دا يصير بالعراق. المشكلة اليوم اللي دا يصير من تدمير لهذه الشريحة، شريحة الطلاب، الطلاب اللي هم من المفروض لبنة المستقبل، رجال المستقبل اللي راح يبنون العراق بالمستقبل. طالب صفوه المتوسط ما يعرف يقرأ ويكتب، هو سأل وقال شلون نجح من المراحل الستة ومن ضمنهم واحدة بكالوريا، شلون امتحن، شلون أخذ الشهادة، شلون صعد، شلون وصل للمتوسطة، شلون طب للمتوسطة هو ما يعرف يقرأ ويكتب. بعد شوية أكو فيديو راح نبث لكم إياه، طالب صف رابع ابتدائي ما يعرف يقرأ، شلون وصل للرابع ابتدائي؟ طالب يريد ينقل من مدرسة المدرسة يقول له لين نقله بس جيب كتبه ورحلاته وياه. زين شنو دور الوزارة؟ انهيار التعليم لوين وليش وشنو سببها؟ شنو سبب انه العراق اليوم التعليم به منهار الى هذه اللحظة، الى هذه الصورة عفوا؟ شنو السبب انه اليوم التعليم بالعراق ما حد مهتم به؟ ليش الوزارة او الحكومة او اي واحد دا يحكم بهذا البلد ما دا يفكر بالتعليم؟ يجي وزير تربية يفكر شلون يغير مناهج، يفكر شلون يلغي مناهج حتى ياخذ صفقات طباعة مناهج جديدة، يفكر شلون يستفاد من الوزارة، بس الطلاب اللي قاعدين كل ثلاثة برحلة ما يفكر بيهم. الطلاب اللي يطبون على صف وما يلقون رحلات يقعدون عليها ويتربعون على القاع ويفرشون قونية ويدرس ويقرأ على القاع ما يفكرون بهذا الطالب. الطالب اللي يطب صف ما بيجام بأزدين الشتاء يبرد مو مهم، الطالب اللي يطب صف ما بيصبورة مو مهم، الطالب اللي يطب صف ما بباب مو مهم. مدارس منهارة وأكو فيديوهات هواية يطلعوا لك صف ما بيسقف، يعني من تمطر الدنيا على رؤوس الجهال. وأكو فيديوهات هم من الجهال شلون يروحون للمدارس، قبل كم يوم بثينا واحد يمشون على حافة ما جسر وجواهم نهر لو بالطين لو بالخيسة لو بمي المجاري. زين ليش؟ ليش واقع التعليم العراقي اليوم انتهى؟ يعني أكو تقارير يقول الشعوب المتقدمة، هاي واحد من التقارير اللي كاتبه أحد الأشخاص المهتمين بواقع التعليم، يقول تهتم اهتمام كبير في مجال التعليم في مراحل المختلفة انتهاء بالدراسات والبحوث والتأليف والدوائر العلمية والمناهج التدريسية ابتداء من الروضة والابتدائية، وتضع قوانين صارمة على التعليم الإلزامي وعلى الحد من طائرة
ظاهرة التسرب من المدارس، تتخذ إجراءات كفيلة لمتابعة وضع الطالب والطلاب، يعني هذا كله هي تهتم به حتى تبني بيئة أو تجد بيئة حتى الطلاب تدرس بصورة صحيحة. أما اليوم بالعراق عندنا تسيب من المدارس، عندنا أمية دا تزداد، عندنا طلاب ما يعرفون يقرون يكتبون، زين باكر عقب هذا توصلوا لكل يعني وصلتوا لأول متوسط ما يعرف يقرأ ويكتب، شلون حاله راح يوصل لما بعمر ال 18 يطلع من السادس الإعدادي؟ لو يطلع على الجامعة يدرس جامعة، لو يروح يشتري جامعة حالة هواية من النواب العراقيين وتعرفوهم، يشتري له شهادة من أي دولة بفلوس. عندنا اتصال أبو علي من الناصرية، حياك الله يا أبو علي. شلون صحتك؟ عاش من شابك، حم الله وجهك، شلونك؟ الله يخليك، الله يخلي لك. حياك الله أخويا، تفضل أغاتي. شلونك زين؟ نحمد الله على كل شيء. حبيبي هاي أقول لك، نعم. أول حكي تعب هم ذولا، شوف هذا السبب، هاي المدارس أولاً ضوابط ماكو، تايهة، عرفت؟ نعم. فساد الإداري والمؤامرة الخارجية الأمريكية، عرفت؟ يعني العراق مهجور مثل المقبرة مهجورة، شايفة؟ أولاً الطفل ما مراقب، نعم. يعني مثلاً البنية من تروح ما مراقبة، تايهة. أنت لو طب المعهد الفني أخويا شوف أشكال المخدرات، النساء يأخذ حبوب كبسلة، عرفت؟ مخدرات. يعني احنا من نحكي على، شوف نحكي على النظام ذاك، عم ذاك النظام وكان ضابطها. انت من تحكي وقال لك انت بعثي مطيح مطيح الزلال، ها؟ نعم. فدول اخويا انا اقول لك يعني شوف يعني ماكو تايه، هاي احزاب هسه دمروا العراق، دمروا التعليم، زين يعني ما يردون العلم. هاي شوف هاي المؤامره كلها امريكيه، ها؟ خارجيه، امريكيه ايرانيه. نعم. هسه شوف هسه اكو واحد من دول بيهم دول ماكو الميليشيات الروس خلت عليه وغيره، قالوا احنا تابعين لايران، احنا جايين ندمر العراق، احنا هسه ماكو يعني احنا شيعي، يعني هسه ايران يعني شيعي مسلط على الشيعي القاده، فاذا قاعد المين يخاف من ايران، الثاني ذاك يخاف من ايران، يعني انا اقول لك اللي دول البديل الحرس الثوري مالت الايراني، الميليشيات مكان البديل، يعني غير ثوب غيرها زين هالشكل. يعني انا اقول لك هسه يعني من تقوم تحكي عن الحق اقول لك تسكت، يعني حتى المقاومه ماكو وقعوها، شو المقاومه العراقيه الاصيليه، ها؟ الوطنيه، يعني دمروا حتى المقاومه، دمروا حتى العليم، يعني كلها مؤامره امريكيه، يعني هسه المقاومه يعني من حقها يعني هي شوف لا تدور يعني لا خارجيه يعني لا ايرانيه، ها؟ ولا امريكيه، من حق الانسان يعني هو يدافع عن وطنه، مو صحيح يعني يدافع عن الفساد، مو صحيح هاي الدول مو تدافع عن بلده. جوش بوش مو قال لي اذا يجينا احتلال، ها؟ هم دافع عنه، مو صحيح؟ فذول شو هو المقاومه؟ شو هو البشار؟ المخدرات، يعني هسه واحد وكبس ماكو ذولا اللي عندهم مخدرات انتحاري، ما حد يوصل لي، الله وكيلك، هذا شيء، يعني لاقوا بنفسه، الاجى يعني المخدرات ما يقدرون ليها، الله وكيلك، يعني تاهي، الشرطي ما حد بحاله، الله وكيلك، الشرطي ما حد بحاله، كلها زين فلا تملي، عرفت؟ كان الجيش السابق ذاك بلشوا كان ضابطها، الجيش السابق بلش في امريكا، زين وايران، اخويا البنى التحتيه دمرت، زين الله وكيلك، هذا حكم فاشل، حكم فاشل، يعني ذولا مو ما حكم، هذول لصوص وعائلته اخويا بالخارج هناك بتنعمه، زين اموال هناك وكل اللي يجيبوه بيطلع خارج، والعراق زباله، ترى شباب العراق ما طاب استاذ احمد الله وجهك، الله وكيلك، الزبايد والفساد والدحاره، الله وكيلك، هذا الانترنت نزلت امريكا دمرت البلد، زين لا صلاه لا صوم، يعني صحيح الله اكبر هو ماكو، هو صحيح كيف يمشي المرض، فساد، دحاره، البيوت المخدرات، العرق ببص البيوت، الله وكيلك، يعني ضوابط ماكو، تايهه، الشرطه لا يحكي، الضابط لا يحكي، يعني الضابط يخاف، المقدم يخاف،
الوزير يخاف، رئيس الوزراء يخاف. يعني انا اقول لك هاي الحكومه ما حاميتنا، الله حامينا، الله وكيله، والميليشيات تقتل وين ما يعجبها يقتل ويطلع الله وكيلك. يعني ناس عصابه لا يخافون الله لا دين ولا تاريخ. العراق دمرت امريكا، الله لا يخلي بوش، الله ينتقم من عنده. زين بوش من سلمنا لايران. نعم، شكرا 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 لك ابو علي من الناصريه. ابو فاطمه من النجف ويانا، حياك الله يا ابو فاطمه. الله محييك اخي افل، تحياتي لك اخي الكريم، حياك وبياك كافه الاخوه. الحقيقه يعني دخلت متاخرا على البرنامج، بس الظاهر يعني انه تتكلمون على المستوى التعليمي وال نعم المستوى التربوي بالعراق ووزاره التربيه وواقع المدارس العراقيه وواقع التعليم العراقي يعني البائس حشا السامع، ومع الأسف أنه وصل التعليم العراقي اليوم بهذه الصورة. اي نعم أخي كريم، هذه أحد الميادين في العراق اللي أرادت الولايات المتحدة وكذلك إيران أن تنتقم من هذا الميدان يعني بطريقة حاقدة ومتعمدة، لأن أساس الحضارات أو البلدان المتحضرة هو المستوى التعليمي، والمستوى التعليمي في العراق معروف، يعني وصل يعني سمعة العراق دوليا وعالميا كانت معروفة، ومعروف الأطباء والعلماء العراقيين في كل ميدان كانوا. استطاع العراق، يعني أنا أحد الأشخاص اللي كنت أعمل في وزارة الصناعة وأعرف ماذا كان يجري في العراق وكيف استطاع المهندس العراقي أن ينتج حتى في الحصار. فعندما يعني احنا لا اريد ان اطيل، يعني عندما تم تعيين الحاقدين في وزاره التعليم والبحث العلمي كالاديب علي زندي الاديب، هذا التبعيه الايراني الذي كان يعني معروف انه استطاع ان يزور شهادته، واستطاع أن يختال معاون مدير التربية في بغداد لأن رفض أن يزور، معروف تاريخ هذا المجرم وكيف تم قتل الكثير من الكوادر في وزارة التعليم وما زال. يعني المفروض الميزانية أن الدول تعطي ميزانية لوزارة التعليم موازية لوزارة الدفاع وغيرها حتى يستطيعون أن ينهضوا البلدان. فالأمر أخي مبيت والأمر واضح أنه يتم تدمير هذا الميدان، ميدان التعليمي. نعم نعم. وإلى يعني معروف الآن الكثير من الكليات الوهمية والكليات التي تريد أن تقضي على كذلك مستقبل العراقيين موجودة الآن، ويديرها معممين وغير معممين. هذه هي المشكلة، إضافة إلى الميادين الأخرى يتم تخريبها. يراد أن يسحق العراق، يراد أن يدمر العراق في كل ميادينه. نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو فاطمه. صباح من بغداد، حياك الله اخوي. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام ورحمه غاتي. بالنسبه للتربيه والتعليم بالعراق، يعني احنا نعرف شاف انخفاض من مستويات التعليم بعد 2003، يعني المحتل الامريكي والمحتل الايراني استطاعوا ان يدمرون هذا الوزاره وهذا المجال. احنا كنا من ابرز الدول في التعليم العالي والتعليم يعني حتى الابتدائي وغيره، وحتى محو الأمية تم قضاء عليه نهائيا بزمن البعث وزمن المرحوم صدام حسين. نعم. فحاليا احنا شنو انجازاتهم بهذا المجال التربية والتعليم؟ يعني انجازات اللي الأحزاب الإسلامية الحاكمة، حزب الدعوة الإسلامي، مجلس الأعلى الإسلامي، بدر، غيره، شنو جابهم علي الإبراهيمي بالتربية وكيل وزير، هذا يعني ما عنده حتى أسلوب، يعني شخص همجي ما مثقف، شلون من دولي تقدر تقول عليهم الغوغاء؟ يعني يتجاوز على المدرسين وغيره، رؤساء الاقسام، مدراء العام التربيات في كل المحافظات، المشرفين كلهم يجمعوا بواسطات من قبل الاحزاب، يجمعوا ينتقون على شبيك هذا عضو عامل، هذا عضو فرقه، هذا عضو شعبه، وطردم كادر كامل كله، يعني بذل جهود سنوات يبني بهاي الوزارة، سواء من المدرسة أو المعلم أو المدرس أو الجامعي، كلهم ناس عباقرة وناس تعبانين على أهلهم، أهلهم تعبانين عليهم، ماخذين شهادات حقيقية، يعني شهادات مو مزورة من لبنان أو من إيران أو من غير دول أو مشتريها، ولا كان يصل الطالب إلى مرحلة الجامعة وهو إملاءه غلط أو ما يعرف يقرأ ويكتب. إذن العملية السياسية بأحزابها ضغطت على وزارة التربية، خلت الشخص الغير مناسب
مثل محمد تميم يصير وزير تربية، شنو إنجازاتك؟ زين أنتم شنو عندكم بناء جامعات حقيقية، مدارس نموذجية؟ جامعة بغداد تعرفون من أسسها، جامعة المستنصرية تعرفون، أنتم شو سويتوا؟ جامعات أهلية ومدارس أهلية لكم الأحزابكم، الجماعة الحشد يسوون مدارس أهلية في سبيل يستفادون من عندها ويجيبون بكيفهم مدير ومعلم، ماكو رقابة، ماكو مفتش عام بوزارة التربية يتابع المناهج هاي جاي تطبع وتغسل عقول الطلاب وتغير التاريخ. المشكلة غيرت التاريخ الإسلامي القديم وحاليا الحديث، وغيرت كل شيء غيرت. ليش؟ ما يريدون حقائق وطنية، يريدون ها هي لقم، ويريدون إيران وخامنئي وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وإنجازاتهم. وهم كل إنجازات ما عندهم، كلهم عملاء وخونة، وأي إنجاز حتى بمقاومة حقيقية ما عندهم. غيرهم كل المناهج التربوية في سبيل يأثرون على عقول الطالب. يطب الطالب بالابتدائية على هيك مناهج ما راح يفتهم شيء. لا أكو مشرف تربوي حقيقي، ولا أكو معلم يتابع، ولا أكو حتى بعض الأهل يتابعوهم، ولا المدير المدرسة، ولا المعاون، ولا القسم المسؤول على المدرسة، ولا التربية المديرية العامة مثل بالمحافظة التابع، ما حد يتابع. كلهم ناس فاسدين ويدورون على أموال ويدورون على فلوس والفساد. ما تهمهم مصلحة الطالب أن يكون يعني متميز. إذن التربية دمرتها هذا حزب الدعوة والمجلس الأعلى وهاي الأحزاب الحاكمة، هم دمروا وزارة التربية، وأصبحنا من الدول المتأخرة بالتعليم، مجال التعليم. وين كان بزمن صدام يجون كل طلاب العرب يدرسون بكالوريوس، يدرسون ماجستير، يدرسون دكتوراه بالعراق، يتعلمون يأخذون العلم من عندنا. وين هاي المقولة اللي تقول مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرؤون؟ وين هاي راحت؟ راحت هسه للمالكي، ذول جماعة اللي يروح مشاية وطائر لي ورا المشية وطويريج وغيرها. هذا مستوى التعليم بالعراق من وراء ذول السفلة العملاء الخونة لإيران، دمرون مقصودة أن يدمرون وزارة التربية وكل قطاعاتها. نعم نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ صباح. طبعا حتى ما أطول عليكم إخواني أو أعزائي المشاهدين، قلت لكم أكو طالب رابع ابتدائي، شوفوا. لا علمتك ولا قلت لك يعني أي شيء، ما علمتك بس قلت لك روح اكتبهن بالبيت وبس. يعني بس قلت لك روح اكتبهن بالبيت وبس. خوش عجيب. يعني ما علمتك شنو الحروف الشمسية وشنو الحروف القمرية؟ ما علمتك؟ ما علمتني. لا تكتبون بالبيت تعلموا منهن. ها اكتبون بالبيت وتعلموهن. خوش حكي. انا اليوم اريد اوقف على العله. جيب لي قراءتك، جيب لي قراءتك. تعال بابا عوف القراءه، عوف القراءه. تعال بابا، تعال بابا، تعال. هي تريد تعلمك الحروف الشمسيه والقمريه. تعال بابا اقرا لي ايش مكتوب هنا. تعال مكتوب، ايش مكتوب؟ اقرا. تعرف لو ما تعرف؟ رائي. رائي خوش حكي. هاش مكتوب؟ اقعد بابا، اقعد عدل، اقعد بابا. ايش مكتوب بابا؟ اقرا لي، اقرا من البدايه، اقرا. ذئب. خوش حكي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ايش مكتوب بابا هاي؟ الخروف. خوش حكي. هاي مكتوبة خوش الخروف. اللهم صل على محمد. حملا مكتوب الخروف. اي ولو اي معنى بقلب الشاعر على قولة ابو المثل. حملا حملا. هاي ايش مكتوب بابا؟ ايش مكتوب هاي؟ طيعه. شنو؟ طيعه مكتوبه. كيف الله ابوي، كيف الله؟ يعني اريد افتهمي علمونا قواعد الحروف الشمسيه والقمريه اللي كل واحد اسماخها كبره وليس ما يعرف الحروف الشمسيه والقمريه، ويعلمونك انت لا تعرف تقرا ولا تعرف تكتب. اذا سنتين مقعدينك من ورا كورونا، من اول ابتدائي وقعدوكم على كورونا، وهسه بالرابع ابتدائي لا تعرف تقرا ولا تعرف تكتب. مو صوتك، انا ادري مو صوتك، صوت استغفر الله، صوت المدرس وزاره التربيه. انا دعتب على وزاره التربيه، هذا طبعا انا صورت الفيديو، اريد
هذا وصل للمدير، خلي يعلمونكم القراءة والكتابة بالبداية، خلي يعلمونكم القراءة والكتابة لأن أنتم صاركم وايد تاركين، بس نجح وعبر وتعالي البيت، أنا رجال منتسب شيء أجي أرتاح أجي لحق عليك أقريك، والمرأة بالله أملتها بالبيت وما تعرف تقرأ وتكتب، يعني بلوى الله بلانا بهالمدارس لا يعرف يقرأ ولا يكتب، يطونا حروف شمسية وقمرية، يطونا قواعد، غير تعلمونهم من الجديد بويا تعالوا انتم تعرفون تقرون تتهجون تعرفون تكتبون، لو قبل تعال اعطي قواعد واقرا اعطي قواعد هاك ان واخواتها وخالاتها وان وصام وطام. حياكم الله من جديد، هذا واقع التعليم بالعراق. للعلم الفيديو يبكي، الفيديو اذا اريد نحكي عليه مننا العشر حلقات ما نخلص حكي، لأنه إحنا دا نحكي على مستقبل بلد، مو بس مستقبل جاهل ما دا يعرف يقرأ ويكتب، لأنه هذا الجاهل باكر عقبه يكبر وهو اللي راح يكون رجال من رياجيل هذا البلد، وإذا هذا حال طالب البقية شلون؟ ومشرف تربوي يقول لك طالب بالأول متوسط ما يعرف يكتب اسمه. ضياء من الفلوجة، حياك الله يا ضياء. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام والرحمة أغاتي. شلون صحتك؟ تحياتي لقناة راغبين في حياتك. حياك الله اخويا. نعم تفضل اغاتي. حيا الله. والله استاذ احنا شو نحكي، والله استاذ احنا شو نحكي، شو نقول على التربية وشو نحكي، احنا صرنا نعاملك ترامين بقى عليك، بس احنا مشتكانا العوا والله العالله خال، يعني المعلم دريس المعلمة ما دريس، يعني يجيك الطالب ما يعرف اسمه على قولتك استاذ، يعني المدرس غير هو القدوة وعلمه، اسم أبوك اسم جدك تمام، هي أستاذ العراق والله على العموم، يعني بي شغلات تجي على التربية نفس الشيء، تجي على الدوائر نفس الشيء، يعني والله العظيم يعني أنا عندي طالبات مين والله يا رجل لا عندهم الغرطات، يعني أنت دفتر ما تنطي، أنت قراءة ما تنطي، يعني شهريك 40,000 دينار عارف لي والله، يعني هي بيش شهري هنا أخويا ضياء، والله شاركنا 40,000 وما عنده، وعنده أنا سايق كي يعني مغنطيهم خط، وأنا اشتغل كتير الكتاب الواحد ب40,000 لو المجموعة كلها، لا 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 خطن لا لا خطن، بس أنا هم دا أشتغل قرطاسية وسجلات ستار يعني هي. ما ينطونهن بالمدرسة نعم. يعني ف قلت لي بابا المعلم شبر القراءة بجي مشدق، يقول له خوية ما تاخذين روحك ما تشوف، يعني والله يا أستاذ هي شرد أقول لك يا أستاذ شو تعي، يعني تعيد الحرامية الواقع بالشارع، يعني فوق ما أنت مشتري كتاب القراءة المدرس مزعوج لأنه الكتاب مشقوق. نعم حضر الجناب، وهو الله وكيلك ما يعرف يقرأ اسم أبوه، صار استاذ وراتب أو تعيين ومرتاحين وقاعدين مع لهم، الله وكيلك وما. نعم 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 شكرا نعم شكرا نعم شكرا نعم لك أخ ضياء. أم مرتضى من بغداد، حياك الله يا أم مرتضى. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة أختي. كان احنا مناقشات نائب وزير التربيه نعم، يعني يلقي الدور الثالث قبل يوم من الامتحان، يعني باكر السبت هو امتحانهم نعم، واحنا اغلبنا ترى تعرف انت العراق اغلبها ايتام وعراقل وحضارنا مدبرين عيشتنا، سوينا دور مدرسين والله استاذ نعم، فنرجو من الساعه وزير التربيه ينطي للطلاب الدرجات الحرجه 10 درجات، هاي أمنيتي إن شاء الله يسمعوك، وصل صوتي وصل للوزير التربية نعم، إي والله تعال نعم، يعني حرامات يعيد سنة على مدة 9 درجات أو 4 أو 5، يعني مو أحكي أنا عن ابني، أحكي على عموم الطلاب اللي صف الثالث وصف، وارجو من حضراتكم يعني وصل صوتنا إلى وزير التربية. سمعوك سمعوك إن شاء الله، وإن شاء الله يسمعون مناشدتك ويجيبوك على هاي المناشد. شكرا شكرا جزيلا لك ام مرتضى. يعني المشكله وين؟ قبل شويه طلع فيديو الى مدرسه جميله والقطعه مكسره لانه ما قدرت اقرا اسم المدرسه بشكل كامل. المدرسه هاي اذا انتبهتوا عليها مفطره العواميد مالتها والحياطين مالتها، رطوبه كاتلتها من الطول للطول، شبابيك مكسره، بيبان ماكو، دمار، يعني شنو جو التعليم اللي تعيشون به الطالب؟ اذا هي من برا هيك من جوه شلون؟ زهراء من بغداد ويانا؟ سما؟ سهى من بغداد عفوا، حياك الله يا سهى، اعتذر منك اختي.
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. طبعا احنا عندنا يعني خلينا نقول السلبيات يعني من الطرف يعني بالنسبة للوزارة. نعم. وبالنسبة للأهالي. نعم. يعني احنا ليش حاليا نحس اكو يعني بس حملة انه ضد الكادر التدريسي. الكادر التدريسي شنو ذنبه انه الوزارة هي تصدر قرارات ما مدروسة، مثلا هو من ينطي 10 درجات وبعدين ينطي 5 درجات، إذا طالب ماخذ مثلا 35 تلقاه على غفلة هو منطي صاير 50 وصعد مرحلة دراسية بدون ما يفهم، هو شكو. زين، احنا بهالحالة هذا الطالب شو تسوي له؟ شنو اللي انت تقدر؟ هو من ما يعرف يقرأ ويكتب صف ثاني وتلقاه صعد على غفلة وصعد لك من الخامس، صحيح لو لا؟ زين اختي انا بس اردفتهم شنو يعني انت قلتي اكو يعني عتب على الطرفين، عتب على الوزاره انه هي ما مهتمه بالوضع التعليمي، على الاهالي شنو خطاهم؟ الوزاره هي وضع التعليمي بعد انه الاهالي هسه الهبه اللي صارت يعني على الكادر التدريسي، التدريسي هو ما له يعني ما له حكم، يعني هو مجرد موظف يجي يقول له تعال انت داوم يجي يداوم. زين أخذ سهى، أنا أفهم من كلامك حضرتك معلمة؟ نعم. نعم أخذ سهى، أرد أسألك سؤال، هل من الصحيح أن طالب يصعد من الأول ابتدائي إلى الأول متوسط ما يعرف يكتب اسمه؟ لا هسه احنا هذه المعاناة اللي احنا نعانيها مو بس هو بالابتدائي، ترى هو بالمتوسط بده يعرف يقرأ. لا وأنا أقول لك أول متوسط وصل بكالوريا ثالث، أنا دا أقول لك مو أول، ترى ثالث متوسط واصل، هسه ثالث متوسط ترى هو ما دي يعرف يقرأ يكتب، ترى نهائيا كتابيا ما عندهم. زين أنت من تجي تشرح له تجي مع أبسط مادة إحنا خلينا نقولها هي القواعد، أنا من طالب عندي يعني من عندي طالب نهائيا ما يعرف يقرأ، زين أنا شو راح أدرس مادة النحو؟ شلون راح اشرح له وشلون راح انطي اعراب وشلون راح اسوي؟ زين هو هذا غير السلسله يعني كل شيء كل مرحله مرتبطه باللي بعدها لا مو هالشكل لا. فاذا هي الوزاره من انطت هاي العشر درجات وصعدت لك الطالب من مرحله لمرحله، يعني انت افضل شيء ابو الثاني وابو الاول وابو الثالث تظل لك للسادس وهو كل شيء ما يعرف، وتظل لك للمتوسطه هو ايضا كل شيء ما يعرف يقرا، زين كيف ما انت تعالج الوضع؟ والوضع احنا من الاساس كتاب ما ينطيك يقول لك انا عندي نسبه 50% كتب وانت روح دبر نفسك. يعني هسه احد المتصلين يعني ضياء من الفلوجه اخذ سهى، ضياء من الفلوجه يقول انا اشتريت الكتب، يقول واحد من الكتب كتاب القراءه مشقق، المدرس ما يرضى يدرس بنتي بالكتاب، يقولها ليش كتابك مشقق يعني المدرسه ما سلمتني كتب. انا يعني اخذ سهى، انا دا اتفهم اللي دا تقوليه بس اذا تسمحي لي. قبل كانت اللي يجيب 45 بالامتحان النهائي يطوه 5 علامات وينجح، يطوه 5 درج. نعم لكن مو ما يعرف يقرا ويكتب، مو ما يعرف يقرا ويكتب يعني اي مو احنا قلت لك زين هو القرار الاخير انتم قرأتوه اللي يقول انه الكتاب اللي نزل انه المرحله المنتهيه اللي كل المراحل اللي ما امتحنا وهو غياب بالامتحان انطوهم عبور، هذا شو تقول عليه؟ مو انطوا عبور، انطوا نجاح، انطوا عبور واصعد. زين احنا شو اللي احنا بيدنا انه نسوي؟ يقول لك انت موظف وانت لازم انت عليك امر وتنفذه، مثل اللي الايام اللي هسه حاليا احنا بس عندنا يوم الجمعه وكانما هو انتقام على المعلم والمدرس. لا اخذ سهى يعني ايام لازم همين ايضا اخذ سهى حتى لا تفهمينا غلط، احنا ما جبنا طار الكادر التدريسي وما حكينا عليه، احنا حكينا على بعض الحالات واللي هي موجوده انه اللي عبر. لا هو انا اقول لك هو من الطرفين ترى طاير الشد، انا اقول لك من الطرفين طاير الشد. نعم لكن اخذ سهى يعني هنا هسه الله يعين المعلم، لانه الوزاره ما تحس لا بالمعلم ولا بالطلاب ولا بالاهالي ولا بالاحد، لا بالمعلم ولا بالطالب. طبعا هو ترى مو انا اقول لك، هي حلقه وصل، هي ثلاثيه. نعم. الثلاثيه نازله من الرئيسي، يعني هي انت الطالب وولي الامر
والمعلم او المدرس خلينا نقول هو ده ينزل عنده قرارات من فوق وانت عليه متنفذ. طيب ست سهى بما انه انت احد اعضاء الكادر التعليمي بالعراق واكو مقوله تقول قفل المعلم وفي تبجيل اكاد المعلم ان يكون رسولا لانه يعلم اطفالنا ويعلم ولدنا يقرون ويكتبون ويتعلمون ويصير عندهم ثقافه حتى ينجحون في حياتهم بالمستقبل. شنو من المفترض الحلول حتى نرفع واقع التعليم العراقي والرجعه على الاقل مثل ما كان؟ التعاون استاذ، خلي يكون تعاون. التعاون هسه حاليا هي هجمه، احنا بدنا نحس بها اكو هجمه شرسه طايره على التعليم. ليش؟ لأن الأهالي منفوري من الحالة والكادر أيضا مدى الحالة. نعم. يعني هو الأساس إنه إحنا اثنين عارفنا واحد شلون يقول إنه واحد يلزم إيد الثاني. ليش؟ لأن هذا أنا طالب صحيح أنا أكون وياه، لأن هذا مسكين ما يعرف شنو وراءه، ما يعرف هو إيش يصير بيه، إنه هم ترى حتى حاليا هذا الجيل اللي يصعد نهائيا كل شيء ما يفهم. لا يعرف قراءة، لا يعرفه، وهو فرحان بالنجاح وفرحان بالعشر درجات وفرحان انه هو صعد. بس يا ترى بالاستحقاق الرئيسي الاول والاخير كم طالب هو مستحق انه يصعد؟ ليش ما تسوون الغربلة؟ ليش النهاية؟ المفروض انه يعني يعني الكل يوقف بوجه هاي التصديات، انه انا ما اكون الجانب الإنساني. صحيح أقدمه للأهل للتلميذ مثلا خلينا نقول المرض والكورونا، بس الجانب الأساسي التعليم إنه أنا أريد إنسان يصعدني فاهم يقرأ يكتب. أنا مو أفرحه بس مجرد إنه أنطي 10 درجة وانتهى وهاني صعد. وبالتالي إيش قد من الغربة إيش قد صعد إيش قد راح من أدوم راح يحصل شهادة؟ هل هذا الجيل خلال 6 سنوات لو يوصل للسادس يوصل للسادس هل يحصل هاي النتيجه النهائيه؟ نعم. هذول الطلاب هل يقدرون يطلعون كليات باكر اصلا؟ يصير بينا طبيب، يصير بينا مدرس، يصير بينا عالم، صح لو لا؟ احنا لا نفكر بالمستقبل بعد 10 سنوات، انه هاي 10 سنوات التعليميه انه شنو راح شنو مستوانا احنا؟ بس هو مدى ما نعم. جدا 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 شاكر لك ست سهى انه اتصلتي بالبرنامج وبينتي لنا بعض النقاط كونك احد اعضاء الكادر التعليمي بالعراق، والله يعينكم على ماذا تشوفوه، لانه اللي يصير بالعراق لا يعقل انه طالب يوصل لاول متوسط وما يعرف يقرا، او مثل ما قلتي ثالث متوسط وهي بكالوريا. شكرا شكرا جزيلا لك اختي العزيزه. حسين من بغداد، حياك الله يا حسين. السلام عليكم اخي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. الله يحفظك. احنا عندنا مناشده للسيد وزير التربيه. تفضل. من خلال برنامجك الكريم. قدامك المايك، تفضل اخوي. يعني احنا نريد نقول له يا سياده الوزير، هل يعقل قرار صدر الوزاره قبل اكثر من شهر باعطاء الدور الثالث لطلبه الثالث المتوسط؟ والطلبه مستعدين ليوم الامتحان اللي هو يوم غد ان شاء الله على الموعد مالهم. نعم. وقبل ساعات يصدر قرار بإلغاء الدور الثالث وإلغاء الامتحان، هل يعقل هذا قرار وزير يعني؟ نعم. تخيب آمال الكثير من الطلبة والأهالي، وتعرف أنت اليوم الوضع المعاش للطلبة والعوائل العراقية. نعم. اصطروا من قوتهم اليومي ودخلوا الطلبة يعني الدروس خصوصية. نعم 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 وصلت يعني الأهالي صفوا وتعبوا على ولدهم حتى يدرسوهم للدور الثالث حتى ينجحون ويصعدون. مستعدين اليوم باكر يعني. نعم 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 مناشدا قبل ساعات. نعم نعم أخي حسين. يطلع الناطق الرسمي باسم الوزارة يلغي الدور الثالث، يعني هل هذا معقول هذا الشيء؟ وصلت الفكرة. شكرا شكرا جزيلا لك أخي حسين. حسين عنده مناشدة إلى وزارة التربية أنه من شهر صار قرار على الدور الثالث وليلة الامتحان لغى القرار، أنه شنو السبب أو ليش وهل يعقل هذا الأمر؟ جاسم من بغداد، حياك الله يا جاسم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام أغاتي. استاذ بلا زعما، هي بس التربيه الله يخليك هي الصناعه التجاره الهجره هي كلها خربانه استاذ، هي كلها راحت، خربت العراق راح انتهى والله انتهى الا الله قادر. الله استاذ هي مو بس التربيه. اتفق معك اخ جاسم، اتفق وياك، لكن تعرف كبرنامج يهتم بواقع الحال العراقي ويهتم بهموم الناس
التربية والتعليم هي الأساس في بناء المستقبل والأساس في 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 يعني صقل الطالب والطفل. هذا شيء يريد برضو يعني شيء ما يخدم التعليم. هسه خريجين قاعدين تعبوا بالدراسة وقاعد هسه أنا عندي طفل بصف الأول الله وكيل ثلاث سنوات هو بصف الأول كل شيء ما يعرف لا معلم يعلم ولا بس مجرد ينطي حرف ب وقال أروح حرف ضاع قال أروح ينطي قواعد وبعدين حولوه للرابع ابتدائي، استاذ هذا شلون راح يعرف القواعد؟ شلون راح اذا هو الاول ما يعرف. نعم شكرا 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 لك اخ جاسم وصلت الفكره. ابو سميه من الانبار اعتذر منك بس بدقيقه واحده على مود اقرا الواتسابات، تفضل اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام اغاتي. اخي باختصار شديد السبب الرئيسي نعم في فشل المسار التعليمي هي وقت التربيه بسبب قراراتها وبسبب اجراءاتها. يعني مثلا اعطيك مثالا انا كمعلم للغه الانجليزيه في المرحله الابتدائيه ارى مناهج الخامس والسادس لا تلائم مستوى التلميذ. رفعنا تقرير للمشرفين ورفعوه للوزاره وقالوا لا جواب، الامر مفروض ولا حل لدينا. زين ابو سميه ابو سميه نقطه راس سطر، مو المفروض اكو مؤسسه المناهج والتدريس العراقيه اللي هي اللي تقرر المناهج اللي المفروض تدرس بالمدارس؟ لو لا كلامك منطقي، لكن يا اخي الكريم كما نقلت لي مشرفه اللغه الانجليزيه نقلت لي بالحرف الواحد بعد ان رفعت لها تقريرا بفشل هذه المناهج قالت لي حرف واحد الذين يضعون وصلوا بحسب المحسوبيه وان فلانا وفلانا قد فرض شئنا ابينا. اذا كانت المناهج فاشله فهذا الامر قد حسم ولا حل ايدينا. تمام تمام شكرا شكرا جزيلا لك ابو سميه الأستاذ أو معلم اللغة الإنجليزية لتوضيح هاي النقطة حول من يضع المناهج التدريسية اللي تدرس إلى أطفالنا. رسالة الواتساب تقول السلام عليكم أخي، التعليم هو في العراق صفر مثل ما عرقوا المزارع والزراعة والصناعة والمعامل حتى إيران تبقى مسيطرة على العراق، فإن شاء الله ثوار تشرين يسحقون الأوساخ من العراق الغالي. أخوكم أبو محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله هذا مقصود وليس التعليم فقط بل كل القطاعات، تجهيل العقل العراقي وجعل الخرافة هي الحقيقة وتجويح وتدمير الإنسان. حسبنا الله حسبنا الله على كل مجرم أجرم بحق العراق وأهله. أبو رقية من العراق. رسالة أخرى، أستاذ أتمنى من برنامج كريم يتوصل صوتنا للجهات المعنية وداز فيديوهات. أخوي العزيز بالنسبة للفيديوهات دزها على الرقم بالشريط الأبيض جوه اللي هسه موجود بأوقات الصلوات، تقدر تدز بي رقم نافذة أنت ترى تدز فيديوهاتك عليه. رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ أفل، للأسف العراق بال2003 كان يحتل المرتبة الأولى عربيا وكان العرب يتعلمون بالعراق. أخوكم أحمد من مصر من المحلة الكبرى. رسالة ثانية، السلام عليكم ورحمة الله، من يدمر العراق هم من يحكموه اليوم. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، تحية حب لقناتكم، بالنسبة للتعليم من بعد 2003 هو إلى الهاوية، والمصيبة أنه كل جيل يتخرج هو فاشل، يجي يتعين بالواسطة يصير يدرس جيل أفشل منه، واستمر الفشل إلى يومنا هذا. نقول إلك الله يا عراق لأن المشاكل البي ما لها حل، وتحياتي لكم رنا من بابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيقوم أبطال العراق بتنفيذ جريمة بحق الإنسانية وتدمير العراق، تفليش 5 مدارس ذاكر أسماء المدارس في مدينة الحرية بغداد وتوزيع أرضها إلى منتسبي هيئة الحشد. السلام عليكم ورحمة الله. أخي مناشدة إلى وزارة التربية والتعليم، الكتب الدراسية لم تصل كاملة وطلبة لم تدرس إلى الآن، مناشدة لكم. نعرف لأنه مدير تربية بكربلاء يقول دزلنا 50% من النصاب. المشكلة اليوم اللي ما يحصل في العراق أنه التعليم بالعراق ما حد داير له بال، مثل ما قال أبو سمية يقول اللي يحط المنهج هو جايب محاصصة، يعني ما جايب قدرته، ما مختبري انه هذا يستحق يكتب منهج لو لا، ماكو لجنة تكتب المنهج وتستحق انه تكتب هذا المنهج حتى الطلاب يتعلمون بطريقة صحيحة. ابو سموية يقول المنهج اللي احنا ندرسه ما يرتقي الى المستوى حتى يدرسوه الطلاب، بس طالب صف اول متوسط ما يعرف يقرا وما يعرف يكتب وما يعرف يكتب اسمه، هاي مصيبه. طالب صف ثالث متوسط مثل ما قالت الست سهى انه امي انا ما يعرف يكتب، هاي مصيبه اكبر. طالب صف رابع ابتدائي ما يعرف يقرا اصلا وما يعرف انه حروف اللغه العربيه 28 حرف
وتجي مدرسة تقول له روح تعلم بالبيت حروف القمرية وحروف الشمسية وهن 14 حرف وكلها لازم تعرف أن أبغي حجك وخف عقيمة هي الحروف القمرية القمرية عفوا والبقية هي الحروف الشمسية حتى تحط قل التعريف له. لا هاي مصيبة لما المعلمة ما تهتم بالطالب والمعلم ما يهتم بالطالب والوزارة ما تهتم بالطالب يعرف يقرأ لو ما يعرف يقرأ وتطي علامات وتعبرهم عبور كامل هو ما يستحق العبور مثل ما قالت الست سهى أنه لازم نغربل حتى نشوف اللي يصعد يصعد واللي ما يصعد يبقى حتى يتعلم. أما أنه يكون واقع التعليم بهاي الصورة فشلون راح يكون مستقبل العراق؟ برنامج صوتكم مشاهدينا الكرام انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من هذا البرنامج باكر بإذن الله. في أمان الله.